هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات الشقيقة وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براقة للطاقة النووية السلمية. وأكد الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أن بدء تشغيل المحطة يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات ويجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية. تعليقا على الإنذار الملاحي الصادر من تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 من يوليو إلى 2 من أغسطس، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ عن اعتراض مصر على تدخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف وأحكام القانون الدولي ويشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط. وشدد على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل. ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر قد أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 من يوليو عام 1983. أكدت تحقيقات النيابة العامة أن مصور مقطع فيديو تحدي حرق علم الكويت لم يقصد الإساءة إلى دولة الكويت وشعبها. وأشارت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم أكد في التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع هو إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وطيدة. هذا وقد أكدت تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقع عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبي المصري والكويتي. وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن الليبيين سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده، مشيرا إلى أن ليبيا لن ترضى بالاستعمار التركي على أراضيها. وقال حفتر خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد إن الأتراك ظلوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم يرى الليبيون منهم إلا الشر، مشددا على أن طرد المستعمرين هو الهدف الأساسي، مؤكدا أن الجيش الليبي سيلقن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا للقتال درسا لا ينسى. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق في ظل تدابير وقائية مشددة بسبب فيروس كورونا. واعتبارا من اليوم يمكن للحجاج المتعجلين الخروج من قبل غروب الشمس، حيث يتوجهون إلى مكة للنفرة الأولى. وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى يمكنهم الخروج من مكة بعد أداء طواف الوداع. أعلنت وزارة الصحة خروج 1499 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 41137 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، كما تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 45392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2,700,000 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1088 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 93,563 حالة وفاة. شهدت إسرائيل مساء أمس أكبر مظاهرات منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، وتظاهر أكثر من 10,000 إسرائيلي بالقدس الغربية. كما شهدت مفترقات الطرق بعدة مدن بينها تل أبيب وقيصاريا تظاهر الآلاف.
وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إن نحو 30,000 متظاهر شاركوا في المظاهرات التي نظمت في 300 موقع في أنحاء إسرائيل. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر آلاف من عناصرها في محيط الاحتجاجات، مشددة على عدم السماح لأي شخص بتحويل الاحتجاج إلى مظاهرة للعنف ضد ضباط الشرطة أو المدنيين أو الممتلكات. توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي. تقدم البلوز أولا بهدف الأمريكي كريستين بلوسيتش في الدقيقة الخامسة، وتعادل الجانرز من علامة الجزاء عن طريق الجابوني أوباميانغ قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68 ليقود فريقه لتحقيق اللقب. موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.